الفرقة الرابعة طائفة من أهل الضلال يتفرس فيهم مخايل الذكاء والفطنة. طائفة من أهل الضلال لكن نظن فيهم خير وممكن يرجعون، ويتوقع منهم قبول الحق بما تراهم في عقائدهم من الريبة أو بما يلين قلوبهم لقبول التشكيك بالجبلة والفطرة. يعني نظن فيهم أننا لو تكلمنا معهم في عقائدهم رجعوا عن الشك والريبة في عقائدهم، رجعوا عن الفساد والخطأ في عقائدهم. نعم، قلوبهم تلين، لو شككناهم في عقائدهم تلين قلوبهم ويسمعون. قال: فهؤلاء يجب التلطف بهم في استمالتهم إلى الحق وإرشادهم إلى الاعتقاد الصحيح، لا في معرض المحاجة والتعصب، فإن ذلك يزيد في دواعي الضلال ويهيج بواعث التمادي والإصرار. يقول: هؤلاء يجب أن نتلطف في خطابهم، نحاول درجة درجة أن نجادلهم في عقائدهم بالأسلوب الحسن بالحكمة. قال: ولكن ليس في أوقات التعصب والمجادلة والمناظرة، لأن الإنسان في وقت المجادلة والمحاجة والخصام هو يفكر بنصرة نفسه، لا يفكر بقبول الآخر. لكن لو جئته في وقت آخر، في وقت الصفاء، في وقت ليس وقت الخلاف، وقلت له: لو تفكرت في هذه المسألة أنت تقول كذا وكذا، لكن هناك دليل كذا دليل كذا دليل كذا، لعله يلين. إذا لم يلين في هذه الساعة ربما يرجع إلى البيت ويفكر لوحده فيلين بعد أيام. نعم. قال: المهم ليس في أوقات المحاجة والتعصب. قال: وأكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهال أهل الحق أظهروا الحق في معرض التحدي والإدلاء، ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والإزراء، فثارت من بواطنهم دواعي المعاناة والمخالفة، ورسخت في نفوسهم الاعتقادات الباطلة. هذا كلام دقيق جدا للإمام الغزالي. يقول: أكثر الجهالات ثبتت ورسخت في قلوب الناس بسبب تعصب جماعة من أهل الحق، من جهال أهل الحق. نعم، تعصب أهل الحق، جهال أهل الحق، بمعنى أنهم لا يعرفون الأسلوب الجيد لعرض الحق، ليس الجهل في العلم. يعني قال: أظهروا الحق في معرض التحدي. يعني أنت تخالفني في عقيدتي وأنا آتي أجعل المسألة مسألة تحدي، من يغلب، أنا أو أنت، ونبدأ نتناقش على هذا الأساس. نعم، وأبدأ أزدري وأحتقر الفكرة الأخرى. أقول: ما هذا الكلام؟ هذا كلام تافه، كلام الجاهلين، كلام من لا يفهم، هل هذا عقل إنسان؟ كذا مثل هذا الكلام. قال: فالفريق الآخر سواء هو المتكلم أو أحبابه وأتباعه وأصحابه يزدادون تمسكا بعقائده، وهذا له نماذج كثيرة في التاريخ ومستمرة إلى عصرنا مع الأسف. كثير من الناس يستهزئ بالمخالف، يحتقر المخالف في التلفزيون، في الفيسبوك، في تويتر، في كذا، فالطرف الآخر يزداد بسبب ذلك، يزداد تمسكا، بل أحيانا الخالي الذهن، من ذهنه خالي من المسألة يميل إلى الطرف الآخر، لأن الناس تتعاطف مع المظلوم أو مع من صورته صورة المظلوم. يعني عندما أنت تسبه وتحتقره تظهر في الصورة كأنه هو مظلوم. نعم، وربما هو يظهر نفسه بهذه الصورة، فالناس بمنطق الفطرة هكذا تميل إلى المظلوم، فربما يقرؤون كتابه ويميلون إلى عقيدته وفكره وهكذا. يقول الغزالي: أكثر الجهالات رسخت في الناس بسبب هذا، فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة، ورسخت في نفوسهم الاعتقادات الباطلة، وعسر على العلماء المتلطفين محوها بعد أن ثبتت كيف نمحوها مع ظهور فسادها. فطبعا ممكن أنت تقول لي: لكن لابد من المناقشة حتى لو وصلت إلى هذا في النهاية، وإلا كيف نبين عقيدتنا وذهبنا إذا؟ فنقول: نعم، ولكن يعني ليس في كل حال وفي كل مجلس ومع كل إنسان. يعني الغزالي هو لا ينكر أصل المناظرة والمجادلة، وإنما ينكر أن نجعلها ديدنا عادة لنا.
إنه في كل مجلس عندما أرى أي معتزلي صغير أو كبير أبدأ أناقشه في هذه المسألة. نعم. لا، فإن كان رجل يعني ينشر مذهبه ويعني يدعو له بالدعايات المختلفة، نعم، ويرد علينا، فنرد عليه ونجادل ونناظره حتى لو أدى إلى ذلك، لأن هنا مضطرين أخف الضررين. أما إن كان رجل هو معتزلي ولكن يعني مشتغل بنفسه، نعم، فلندع يعني ويغلب على ظننا أنه لن يقبل، فندعو دعاء خفيف بالتلطف كما قال، أما بالمجادلة والمناظرة والتعصب وكذا هذا يزداد عنادا ويزداد فسادا في عقيدته.